نبدأ بقى، يلا نخش في الموضوع على طول، لان كل الكلام دلوقتي على الساحه بيتكلم عن نهائي الكاس بين الاهلي والزمالك ان شاء الله هيقام في السعوديه الجمعه اللي جايه تحديدا. وخلينا نقول لحضراتكم الجديد، كل يوم زي ما كنت بقول امبارح انا وكريم احنا هنتابع خطوه بخطوه، ودايما هيكون في تغطيه كمان طبعا على قناه النادي الاهلي من ساعه ان شاء الله لما البعثه تسافر لغايه موعد المباراه، بالتغطيات اللي قبل وبعد طبعا المباراه ان شاء الله زي ما كنت بقول تكلل بالنجاح للنادي الاهلي والفوز المستحق اكيد. خلينا نقول كمان ان من الجديد المجلس بتاع اداره النادي الاهلي قرر في اجتماعه بالامس برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو يكلف محمد الضماطي عضو مجلس الاداره ان هو يكون رئيس بعثه الفريق اللي هتغادر للمملكه العربيه السعوديه، تحديدا امتى؟ هيكون بكره باذن الله صباحا للمشاركه في المباراه النهائيه لكاس مصر. هيقوم الضماطي مفروض ومن دلوقتي اصلا ده بيتم فعله بالتنسيق والمتابعه مع الكابتن خالد بيبو مدير الكوره في كل ما يخص بقى هنا سفر وإقامة البعثة، توفير الأجواء المناسبة اللي هتساعد الجهاز الفني واللاعبين كمان إن هم يظهروا بأفضل شكل، يكون كل الأمور يعني محلولة لو في أي مشاكل أو غيره، ولكن أعتقد إن مش هيكون في مشاكل، يعني بتهيألي هذه الرحلة هتكون فيها بالعكس سهولة كبيرة جدا لأن كل شيء منظم ومن بدري، فبتهيألي مش هيكون في مش هنسميها من الرحلات الشاقة أبدا، بالعكس السعودية كده كده مسافة مش بعيدة، كل شيء مترتب، في تنظيم على أعلى مستوى، يعني احنا كمان عندنا استعدادات قويه جدا، فباذن الله كل حاجه تتم بسهوله، وباذن الله زي ما انا بقول كمان يكون في متعه كرويه حقيقيه، لان انت بتتكلم عن اكبر ناديين في مصر فعلا، يعني اكبر ناديين في مصر، وعندك كمان مش بس النادي الاهلي اكبر نادي في مصر واكبر نادي تقريبا كمان في افريقيا، فمباراه اكيد هتشهد تنافسيه قويه. الزمالك يمكن مر كمان بصعوبات خلال الموسم الماضي وبعض المشاكل الاداريه، بيعود بشكل جديد اكيد عايز يظهر بالشكل اللي يليق بيه ويليق بجماهير نادي الزمالك، فاحنا متوقعين هيكون في شيء ممكن غير معتاد، يعني اللي يجي يقول لك مثلا هنشوف مباراه زي اللي كنا بنشهدها قبل كده بين يعني قطبي الكره المصريه، اقول له لا المشهد هيكون مختلف تماما، هيكون في مشهد اعتقد افضل، هيكون في مشهد ارقى بكتير، وهيكون في مشهد فيه تنافسيه اعلى. اكيد الزمالك برده خلينا نقول انت او هو كان عامل برده بعض التغييرات في السكواد بتاعه، وعنده خط الوسط برده من دلوقتي مفروض ان هو قوي جدا، مفيش مشكله بالعكس احنا قلنا ده لصالحنا في الاول وفي الاخر كنادي اهلي، انا عايز العب مع منافس قوي، انا عايز لما افوز